أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البحرين الرياضية اون فاير، النسخة الخليجية، النسخة 39 لبطولة الأندية الأبطال لدوري كرة الأبطال لكرة السلة اللي تحتضنها البحرين وبالتحديد نادي المنامة، واللي انطلقت منافساتها يوم الأمس، واحنا اليوم في ثاني سهرات خليجي 39 في اون فاير. طبعا قبل الانطلاقة في تفاصيل اليوم الثاني، خلوني ارحب بنقاد برنامج اون فاير الكابتن ريان المحمود. مساء الخير. مساء النور، مساء عليك على المشاهدين، ناطر التحيه. يا سلام. زين كابتن عبد الله الصراف، هلا مرحبا فيكم واتشرف لثاني يوم معاكم. كابتن عبد الله الفحل، مساء عليك. بخير جمهور السلاوي والخليجي. كابتن طبعا قبل الانطلاقه ابى استعرض وياكم انا موهبه اكتشفته، كابتن ريان المحمود يغني. كابتن ريان عطني الاغنيه اللي غنيتها قبل. للمره الثانيه هاي حلقتين ما بقدر اقولها على الهواء. اغني لك اغنيه ثانيه؟ إيه لا لا الاغنيه لا ليه؟ صعب، لا صعب ذيك يبي لها يعني إيه؟ الطبقات اللي توصل فيها إيه؟ ما وصلها انا فاغاني ثانيه. توك 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 قدام كابتن عبد الله غنيت. لا بس كان قاعد يقولها هي عاليه صح كابتن؟ يبي لها يبي لها يعني نفس اللي قلته قبل ان نطلع. يبي لها اصاله وفوق، انا ما فيها طبقة ما وصلت. انا صحت شفت دمعت عيونك. لا اي والله والله يغني، طلع موهوب هالرجال، موهوب في كل شيء الا في السله. مشاهدي الكرام ناخذ تقرير عام ونرجع لكم. في ثاني ايام منافسات بطولة الاندية الخليجية 39 لكرة السلة المنطلقة يوم أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، جاءت مرة أخرى بثلاث مباريات، بداية مع مباراة المجموعة الثانية بين شباب الأهلي والشمال، وتلتها مباراة المجموعة الأولى التي جاءت بين الفائزين في مباراة الأمس وهم العربي والشارقة. أما الأهلي وأحد فيسعى كل منهما لتعويض خسارته في المباراة السابقة. انتصر نادي شباب الأهلي على منافسه الشمال ب109 نقاط مقابل 83 نقطة وسط تألق ملفت من المحترف السابق لنادي المحرق كيفن ميرفي الذي قاد فريقه شباب الأهلي لفوز كبير بعد أن سجل 30 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة. أما الشارقة فقد عزز صدارته للمجموعة الأولى بعد تغلبه على العربي ب86 نقطة مقابل 82 كان بطلها المحترف مارفل هارس الذي سجل 28 نقطة وسبع تمريرات حاسمة. فيما واصل نادي أحد سلسلة إخفاقاته في البطولة بعد خسارته أمام الأهلي بعد تقديمه لمستوى مهزوز في الربع الأخير، الأمر الذي انتهزه الأهلي في قلب نتيجة المباراة لصالحه ليعوض خسارته في المباراة الأولى أمام العربي. طبعا ارتفع مستوى الإثارة، وعلى عكس البطولات الخليجية الثانية من ثاني أيام البطولة شفنا very close game، good games، high score games في المباراة، وهذا طبعا يدل على التحضير، يدل على استعداد الفرق والإمكانيات المهارية والفردية والجسدية اللي تمتلكها الفرق. طبعا راح نعرج على أولى المباريات بين شباب أهلي دبي وفريق الشمال. ابتدي بكابتن عبد الله، المباراة الأولى والشوط الأول. المباراة الأولى، المباراة الأولى احنا أول مرة نشوف الفريقين أول شيء. صح، هم أول أول ظهور، احنا أمس طرقنا بنشوف الشمال شنو أداهم. اليوم بين الأهلي شباب أهلي دبي يحق البطولة. فريق متكامل، خبرة، وأنا أحس إلا بعد ما بذل كل المجهود اللي عنده. طبعا تألق المحترفين اللي عندهم الفرق، كيفن ميرفي له تأثير واسلوبه ارتقى حتى ايام كان اللي في الدوري انستابل، اظن كانوا في المباراه كانوا حاطينه على الكروز كنترول فاي بيتقدمون اي وقت، وفارق مريح وجدا يعني اللي انا بالنسبه لي اللي يبي يفوز ياخذ البطوله معروف مني غلب. حلو كابتن عبد الله الصراح. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب أهلي دبي مثل ما قال كابتن عبد الله تسيد المباراة،
من أول شيء محترفين فارقين عن محترفين الشمال، لاعبين اللوكل، لاعبين خبرة، لاعبين منتخب الإمارات، يمكن الكل يتكلم عن لاعبين محترفين، عن قيس، نجوم، هذول ما عليهم أي كلام. بس أنا شفت المباراة كان في واحد ما له بالسكور اللي هو البوينت جارد جاسم. طبيعته جاسم يعني اليوم اللي ما يعرف كرة سلة يقول لك جاسم ما سوى شيء. جاسم لا. اليوم يعرف يلعب الباص حق منه، ومتى يمشي الفاست بريك، ومتى يهدي الرتم. صحيح. ويعطي منه ما يعطي منه لهالدرجة، يعني إذا عطاك روح خلص. فجاسم اليوم دارها خبرة سنين على قولتهم، دار له المباراة، دار له بصانع الألعاب. وأيضا اللاعبين ما قصروا، قيس أو زعابي أو البونجار الثاني رقم 9 ما شاء الله العموم لعب مباراة كبيرة يعني. نعم كابتن ريان، حتى سعيد يلعب بنفس طريقه جاسم. يمكن جاسم سعيد، ايوه ايه سعيد وجاسم يلعبون بنفس الطريقه، انا اتفق مع الكابتن. بس اضافه على كلام الكابتن، الكابتن احمد عمر الطريقه اللي يستغل فيها البنش، الطريقه اللي يضغط فيها في الدفاع، الطريقه اللي يستخدم كيفن مرفي في الدفاع، شلون يرتكز على المحترف جونسون يكون هو هيلب لكل اللاعبين، اعتقد افضل طريقه شفناها لحد الان في البطوله. فريق متكامل، و يمكن هو الأقرب للبطولة، يعني من جولة واحدة صعب تقول، بس من اللي شفناه من جولة واحدة أو جولتين وهو الأقرب. حلو. الشمال كابتن عبد الله. والله الشمال أنا تفاجأت بمستوى، يعني حاولهم بس ما أشوف، يعني مو بمرتبين بالأحرى، يعني ما في فنيا شوي، يعني مو بالمستوى اللي أنا توقعتهم، بسبب يمكن الأهلي، طريقة لعب الأهلي، لأنه أهلي شباب دبي صراحة ما خلوا شيء ما سووا، شفنا الأساس، شفنا الجيم، وشفنا صحيح غير الاسم سمعت. شباب أهلي دبي هو هم حطوا ثلاثة سامي وها قلنا شباب أهلي دبي، شباب أهلي دبي ايش قلت أنت؟ هذا هو شباب أهلي دبي. لا أول مرة بدون نفس الخفر لون الشباب شب، وساعات يلبسون حمار ويلبسون أسود، يلبسون أسود اي. فما أحلى بدلة في البطولة الأهلي البحريني، وايد حلوة هذه. الحين انت ابو عيسى انت حمار، اذا تتابع ليكرز يلبسون بنفسجي وذهبي، ويوم الاحد يلبسون ابيض، وفي عندهم ليله في الشهر يسمونها هوليوود نايتس يلبسون هاللون، وايد حلوه البدله. واللي يسمعني اذا تسمعوني اللي مقاصاتكم كبار، عمران او وين تشزم تبيها ايه ما اعتقد احد المطوع مقدين، يا عمران يا وين تشزم ايه. كيف زين عبد الله يخليك رياض ركز باقي كلمتين راحوا. كابتن عبد الله ترى يا جماعه يم حظ وتركيز زين، هي ليش الاستوري تخاف ليش عبد ريالي طيب كل شيء. كابتن عبد الله الشمال، الشمال اللي انا استغربت منه، انت قاعد تشوف اهل يعني شباب اهل دبي متسيد الملعب وقاعد تخليه على راحتك. الفريق هذا انت بتلعب معاه زون طبيعي 2-3 راح ياكلك، انت بتلعب معاه مان تو مان طبيعي هم راح ياكلك، فما يصير. يعني الكوارتر الاول انت شفته كذي، انزين الكوارتر الثاني، يعني انا مو مدرب ما ابي اقول انا افهم اكثر من مدرب، بس انا مو مدرب، هاي وجهه نظر، انا لاعب وعشت مع مدربين، لازم يصير في طريقه معينه انك تحد من خطوره على الاقل واحد من المحترفين. صعب تشيله من اللعب، هو ثلاثه محترفين ترى في الفريق ويا طبعا ويا غيس. نعم خاف نقول عنه محترف ثالث بعده يختفي مثل محمد ناصر الدوري. لا 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 غيس لا لا ستوب توب توب، انت واسامه تتسرعون في المدح. قيس لا 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 مو قيس طبعا لاعب ايه محتاج مدح ايه. انا على اقول لك اللاعبين الناشئين انت واسامه تستعيلون في المدح ساعات، وهذه لا احنا ما نستعيل بس نشوف الخامه في خامه تبون تشجعون اي خامه يبي له صغل يعني. طبعا ال 109 نقاط شدل عليه كابتن ريان، 109 83 يعني الشمال سجل 83 مو بشوي، بس 109 مباراه مفتوحه، رتم سريع، سله حديثه البيفت فيها مو بيفت صريح، شفنا جونسون يطلع برا، اللاعبين يا اخي عيال عبد لطيف الاخوان وايد زينين، سعيد واخوه يشوت من الشورت كورنر نسيت اسمه بعد سامحوني، فريق قيس يلعب بوزيشن 4 وفي نفس الوقت يصنع لعب، الكابتن جاسم نفس ما قال الكابتن عبد الله، كيفن مرفي ما شاء الله ما وقف في المباراه، يضغط في الدفاع، مباراه مفتوحه. والشمال اللي ميزه، انا اتفق مع الكابتن عبد الله انه ما كان في خطط من المدرب، المفروض يكون افضل الشمال خصوصا في الدفاع ما يسجلون عليك 109، بس اللي ميزه كان البوينت جارد جيفري لاعب مهاري
لاعب مهاري يقدر يصنع لعب، يمكن لو تحطه في بيك رول اكثر، هاي بيك رول تفتح الملعب يقدر يؤدي لك افضل. حلو. من القليل ان نشوف في فريق واحد ثلاث لاعبين يسجلون فوق ال 20 نقطه. المحترفين الاثنين كيفن ميرفي سجل 30 والمحترف الثاني سجل 25 وقيس سجل اعتقد 20 او شيء من كذي. وهذا يعطيك طبعا انطباع انه قوه ضاربه هجوميه. كابتن لان يعني مو قصورا بهاللاعبين، هاللاعبين مثل ما قلت انت مميزين ونجوم، ولكن اللعب صار خلاص مفتوح، فهنا الدفاع تشتت، امسك هذا ولا هذا ولا هذا، فيطلع لك حتى اللي من البنش راح يسجل. صح. اليوم اللي ينزل من البنش عيال الاخوان عيال عبد اللطيف ما شاء الله الناشئين، يجي من البنش مركزين على هذول فهذا يسجل، فانت لازم يصير عندك طريق على الاقل يعني احد. هذه يعني هذه بطوله خليج مو دوري، عرفت؟ ما راح يجيك كل المستويات راح تكون مرتفعه. صح. تحت الهواء كان شورت كورنر تذكر تحت الهواء بعض اللاعبين المميزين مثل اسماعيل يختفي، طبعا يختفي بوجود محترفين مثل هذا الين، فما يحصل كوره مثلا زياده على اللزوم. مستحيل انت مدرب انك محترف ذي المستوى وتلعب بطريقه ثانيه. فكلهم ترى منتخب الامارات، احنا قلنا منتخب الامارات يلعب. اسالهم سؤال؟ اي سؤال. الحين شفت الفرق كلهم، افضل لاعب خليجي مين حاليا؟ باستثناء عبد الله الصراف طبعا. لا هذا بيجي من بعدك طال عمرك. انا بعد من؟ يا عارف ساكته. انا كويتي ما تقدر. انا مستعجل تو الناس. اوكي. مو هذه كلمتك؟ توك تقول مستعجل. اسالكم انا سالت بس اسال. يبي يلبسكم المغلب. كاول جوله. طبعا ناخذ لقاءات ما بعد المباراه ونرجع لكم. 20 اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز. نتيجه كنا نطمح لها كاول مباراه في بطوله الخليج. السنه اللي فاتت ما شاركنا للظروف، والحمد لله يعني الشارجه فازوا في البطوله. هالسنه احنا طموحنا البطوله، احنا جايين بهدفنا واحد وهدفنا البطوله، فما اعتقد اي حد منا بيقصر في الملعب. ومثل ما شفت يعني النتيجه تحكم، احنا ناخذ كل مباراه بوقتها. اليوم كان عندنا مباراه الشمال، خلصنا نجهز حق مباراه السيب، فناخذ البطوله خطوه خطوه. مثل ما تقول الكيكه تقطعها قطع قطع، ما تاكلها مره واحده. بس قبل لا تقطعون الكيكه اكيد حطيتوا في عينكم اللي راح ينافسكم على اللقب، من تتوقعون اللي راح يكون المنافس الاشرس؟ اذا حطيت في راسك ان انت بتنافس حد ما بتأدي. احنا اي حد يجي عندنا نادي احنا اللي علينا، علينا من نفسنا ما علينا من الفرقه الثانيه. طبعا في اخر اربع سنوات الفرقه الاماراتيه هي اللي محتكره البطوله. نحن داخلين البطوله نكمل الانتصارات هاي في الاربع سنوات التي مضت، وان شاء الله عيننا على البطوله، الله يوفقنا البطوله. طبعا نحن والشارجه نتمنى ان شاء الله نوصل النهائي، لكن في الاخير الافضل هو اللي بيفوز ان شاء الله. شفنا صوتك اصابه في كوارتر فور، طمنا عليك بس. لا الحمد لله، بس اللهم مجرد شد بسيط، لكن الحمد لله امور طيبه. يعني عقب ما طبعا شفنا كل الفرق، خصوصا عقب هذه المباراه شفنا ثمان فرق لعبوا. الانديه الاماراتيه راح يكون لها شان كبير، وراح تكون اعتقد الفريقين الشارجه وشباب اهلي دبي راح يكونون في السيمي فاينل، الا اذا كانت مفاجاه. هاي طبعا خروج الاثنين من السيمي فاينل راح يعتبر مفاجاه من العيار الثقيل، اما البقيه فلا عزاء. يعني الست فرق تتصارع ان تتواجه مع الانديه الاماراتيه هي الافضل. طبعا عندنا مع اعلامي سلاوي كانت له قراءه عن الجوله الاولى زائدا المباراه الاولى من اليوم الثاني، وهو الاعلامي السعودي المميز المخضرم الاستاذ وهيب خليل. امس كان يوم انطلاق البطوله، الحقيقه يعني اتفاجات بمستويات اكثر من جيده واهتمام اكثر من جيد، خلينا اقول ب 50% من الفرق والعكس تماما. فوجئنا ببعض الفرق التي حضرت للمشاركة، أعتقد أنها شرفية. مثل من؟ والله نحدد نحدد. يعني أمس المنامة توقعت أنه حيفوز على السيب بفرق 30 نقطة، تفاجأنا حتى إلى الشوط الرابع أنه السيب متقدم. يعني هذه ما حصلت من 40 سنة، أنا مع عصر البطولة من حوالي 42 سنة. فالاستهتار بالخصم
هو كان له دور كبير لأنه المنامة مستخدم أفضل اثنين أجانب يعني بمبالغ. يعني أمس رئيس نادي المنامة قال لي على الرقم فلكي للاعب البولندي، طبعا هي إضافة للبطولة وما تعتبر مقياس المباراة الأولى للفريق المنامة، لكن حسب ما سمعت أنه من المرشحين بنسبة 90% للوصول للمباراة النهائية. الفريق الأحد اللي هو فريقنا أنا تفاجأت والله، أنا كخبير لعبة ما أخفيك أني متوقع أن يحدث ما حدث أمس. الفارق حوالي 19 نقطة كثير في بطل الدوري والكأس السعودي، والسبب الأساسي وإن كان البعض صبح يعتب فريق حاضر بخمس لاعبين، جاب الدوري السعودي والكأس السعودي بخمس لاعبين، شيء يعني هذه ليست سلة حديثة. الفريق الإماراتي اللي هو أمس الشارقة وبيلعب والآن بيسخن، أعجبت جدا به لأنه فيه خمسة عناصر جديدة شابة وهذا هو المستقبل لهذا الفريق. أيضا فريق العربي القطري أيضا أعتقد أنه وإن كان أفضل حال من أحد لكنه يلعب باحتياطي واحد، لن تصمد إلى نهاية المطاف إلا الفرق التي تملك البنش القوي والقوي الذي له خبرة وله إعداد صحيح له، ومن وراء كل هذا مدرب وإدارة. للأسف الإدارات عندنا والله لا تلتفت لهذه الألعاب نهائيا، وبتكلم طبعا بغصة وحرقة أنه مستحيل يكون مستوى السلة السعودية وتاريخها الحافل في البطولة، جايبين احنا حوالي تقريبا 10 بطولات، خمسة جابها أحد وخمسة جابها الاتحاد، والآن غايبين مدة طويلة جدا وسنغيب إذا استمرت الأوضاع للسلة السعودية على ما هي عليه الآن. العكس تماما للسلة البحرينية، أنا الأهلي البحريني أتوقعت أمس يكون أقل مستوى، أمس حماس الأهلي البحريني وكان بيده أنه يفوز على العربي، لكن فارق الطول لعب دور كبير جدا لصالح العربي، لكن أتوقع أن يصل الأهلي البحريني إلى مراكز متقدمة. نعم لن يحقق البطولة لكن سيصل إلى مراكز متقدمة. الأستاذ وهيب خليل طبعا إعلامي متابع، حكم دولي سابق إذا أنا مو بغلطان، وخبير بالسلة السعودية ومتابع عن قرب للسلة الخليجية والعربية. طبعا غير راضي عن وضعية نادي أحد السعودي، راح نتكلم فيها في المباراة مع قبل أو في المباراة الأخيرة اللي جمعت اليوم مع فريق الأهلي البحريني. المباراة الثانية كابتن ريان، العربي والشارجة حامل اللقب، مباراة كان فيها ندية كان فيها إثارة، يمكن ما كانت مفتوحة نفس المبارتين الأولى والثالثة، فيها انضباط تكتيكي أكثر بس ما فيها سرعة، ما فيها سرعة، الرتم فيها مو عالي، السكور فيها أنزل، بس المباراة مثيرة كانت. أنا أقول لك أنت شنو اللي محيرك في هالمباراة؟ أنا بقول لك أنا من تعليقك أعرف شنو اللي محيرك. اللاعب العربي خالد رشدي. إيه أعرف لك كمل تسأل برد لك أنا ليش محيرك. إيه رد قاعد يدش بنتريشن أسلوبه يعني. أنا بعطي إيه. المحيرة أنا من طريقة التعليق أعرف. تفضل كابتن عبد الله. بالنسبة حق الشارجة الإماراتي فريق بالنسبة لي أنا فريق بلاي ستيشن بقيادة كابتن عبد الحميد. ليش؟ ما شفت كابتن عبد الحميد صارخ طول المباراة ولا معصب، ويمكن لو يعصب بس رياكشن وي يعني بدون صوت. اي ما عصب كابتن حميد والله على الكاميرا ما بين يمكن يبكي فيه. إيه بس لا انه لا. يعني وهذا مو تقليلا من اللاعبين اللي قاعدون بالشارجة، بالعكس هذا مستوى عالي اللي انا اطبق بالحرف شنو يطلبه المدرب مني. متى ما الكرة كانت تبي تنزل حق المحترف تنزل، متى ما كانت تبي تنشات 3 بوينت قاعد تنشات 3 بوينت، توجيهات من برا من كابتن عبد الحميد. يعني بالعكس فريق 6 لاعبين وعندهم بنش، بس ولكن البنش مالهم يعني ولا كسورا فيه، لاعبين صغار لحد الحين ما عندهم خبرة الخليجية، ولكن قاعد يكون مرشح للبطولة، مرشح يوصل فاينل فور يمكن يوصل للنهاية. الشارجة لعب بست يعني ما بدل كابتن حميد في الكوارتر الأول ولا تبديل، دخل الكوارتر ثاني بدون تبديل و لعب محمود يا ثنتين 3 بوينت سوى 4 فاول. ايه محمود ايه طبعا ايه، بس كابتن عبد الله الشارجة انا بالنسبه لي المباراه جزئين، الجزء الاول الشوط الاول طبعا من الكوارتر كان ممل وضعيف شوي فنيا. اي كوارتر؟ الاول والثاني. اوكي. سكور لو وكان المباراه بين اثنين تبي صراحه، بين المحترف العربي جالوي وبين
محترف ويلكرسون. ويلكرسون ايوه اللي هو فيكتور ما تايلر ويلكرسون. اثنين يلعبون انا شفتهم انفراديه وتشوف سكور لو تضيع وايد تسرع. الشوط الثاني يختفوا اثنينهم على فكره الكوارتر الثالث ليش؟ لان تصحيح من المدربين صح صار عليهم دفاع زياده فبرزوا اللاعبين الثانيين وصار اللعب رتم اسرع. الكل كان يشارك في المباراه. حلو. الشوط الاول كان غير ممتع بين اثنين اللي شفته. طبعا الكابتن حميد يعاب على نادي العربي الا ما سرع الرتم زياده. انا بالنسبه لي الشارجه ويا احد ان شاء الله بنتكلم عنهم ما عندهم بيتش قوي تقدر تستحين فيه وياو ترى وياو في المباراه وطافوا دقائق العربي ورجعوا مره ثانيه لاحظت بدون تبديل لان ما في خيارات. فانت بتنافس حق بطوله ونسم طويل لازم يكون عندك خيارات على البنش بعد خصوصا في بطوله ناس بطوله الخليج اللي مضغوطه مضغوطه سبع مباريات واحد بيصير يشد 8 ايام يعني مو معقوله تجيب سبع لاعبين تعتمد عليهم في بطوله خليجيه. ما يصير شد يوم ورا يوم مباراه ما اعتقد لاعبيننا متعودين على هذا الشيء الا قله ما عدا المحترفين طبعا. طبعا كابتن ريان عندك شيء؟ عندي بعض النقاط على المباراه. ايه؟ انا الكباتن اولا انا عجبني مثل كابتن عبد الله بس انا بقول مو بلاي ستيشن شطرنج يحرك الكابتن جيل قديم كل واحد على قده كل واحد على قده جيل بلاي ستيشن جيل على انا شنو تيال جيل السكينه. انا بقول شيء انا اتمنى ان الكابتن عبد الحميد ما يفهمني غلط. المدربين خصوصا المدربين الملمين بالتكتيك اللي عندهم تكتيك عالي ساعات يحدون من الكرياتيفيتي او عيني ابو عيسى الابداع يعني انا اشوف من عقب حمدان سعيد اللاعبين اللي عند كابتن حميد يكونون عندهم انضباط تكتيكي اكثر. طبعا المحترفين موضوع ثاني بس اللاعبين لوكل يكون عندهم انضباط تكتيكي وسواء كان الكابتن حميد درب في الجيش السوري درب في الاتحاد السعودي درب في الوحده الاماراتي في يكون عندهم انضباط تكتيكي في المنامة في المنامة البحريني فهذا الشيء يؤدي لك نتائج جيدة بس ساعات يقل من إبداع بعض اللاعبين. برجع لك حق نقطة خالد رشدي. إيه؟ أنا أكثر لقطة عجبتني في المباراة أنت ساعات تعلق وتقول جيمس هاردن ستيب باك أي هارس ما يسوي سايد ستيب في الثري بوينت يا أخي هاي مهارة جدا صعبة. أنت إذا تدرب المهارة هاي يعني ساعات احنا في مهارات انا بقول لك بعطيك سر ساعات احنا في كمدرب فئات ما تدرب المهاره ليش؟ تخاف تسويها غلط واللاعبين يضحكون عليك. هذه انا كلها في بالي بسويها من السنين بس اخاف يضحكون علي لان 100% بسوي ووك هي واليورو ما ادربهم لان استحي صراحه. بس مهاره جدا عاليه سواها مرتين لان تتخيل تطلع كروس اوفر او بتوين ذا ليجز وبعدين المدافع يطلع وياك تاخذ خطوه على السايد تحصل اوبن شوت كل مره مهاره جدا عاليه وانا بصراحه استانست ان شفته في بطوله خليجيه. خالد رشدي ليش غريب يا اخي اللاعب ياخذ الكره اوبشن واحد عنده بنتريشن لياب ما بيوقف ما بيلعب كيكه بلوك طقوه برا ما اثر عنده واذا لا واذا ضيع ينسى واذا سجل يسوي عضلتي يس. يعني لاعب غريب جدا يذكرني انا بمين طبعا بفارق الجسماني وفارق المهاره راسل ويستبروك اوكلاهوما سيتي كان متهاوشي الحلق ذا على طول خالد رشدي كان عنده مشكله مع اي واحد واقف تحت الحلق يبي دعمه ما السله عنده بس ديس طبعا مع احترامي لك الكابتن خالد انت عندك جراه كبيره بس يطلع له 13 نقطه 11 نقطه في المباراه ترى هو يعتبر واحد من سكورر واحد سكورر وسوي فاول ترابل على الخصم وايد ترى تستغرب تقول يا اخي هاللاعب شلون يعني نقطه ضعف في انا اقول لكن ترد مره ثانيه شوف هي سكور انت اللي تقول نقطه ضعف انا جوا للامانه انا اتوقع خالد مو صغير بالعمر اول شيء ثاني شيء خالد يعني اتوقع من شمال انه يعول هو منتخب قطر قاعد يعولون عليه حيل يعني انه سكورر مو صغير بالعمر مباريات ورا بعض وتوه جاي من دوريهم توه خالص الكاس فاتوقع الريال مجهد يعني لازم يسوي له ريكفري لازم يكون في ريكفري حق خالد يعني اكيد هو ذكرني بشيء هو في العربي مو في الشمال بس ذكرني لازم اذكر محمد حراث لاعب الشمال الجزائري نعم يا اخي لاعب قوي انا شفته من قبل مع الريان اذا انا ما عندي الاستاث بس ما شال 10 اوفنسيف ريبان شايل صحيح اي 10 اوفنسيف ريبان لاعب جدا قوي
احنا في المباراه الشارجه والعربي يعني الملاحظ كان وسبب تخلف العربي هو كان ولا اوفنسيف ريباوند في الشوط الاول زيرو وخذوا ناين في الشوط الثاني ولا اعطاهم الافضليه ورجع لعبوا بريس ترى لعبوا بريس هذه فرق ولا تنسى ويلكرسون قلت صار اجريسيف يوم خذ الثالث خلاص عقب ما طلع رد ما كان اجريسيف حتى هجوميا ما كان اجريسيف بس شلون حدوا من خطوره ويلكرسون يعني الحين انت يعني العربي كشف الشارجه انه الشارجه ويلكرسون طلعوا برا انا شفتها طلعوا برا زياده لا اعملوا عليه دبل ودبل كابتن كابتن عندك لا انا اللي شفته اللي تم يطلع برا والدفاع ماله صراحه ديناي ذا بول يعني ما ينسى الاول والثاني يا ولده كان يعني فوكس على اللي هو يا ولده يقلل من استلام الكره كابتن عبد الله كابتن انتم لاعبين سله وتفهمون الريال سكورر من يحط اول خمس ست سبع نقط وايزي هذا دش مود الجيم متى بتطلعه خلاص صح. فانت الحين قاعد تشوف الشارجه ست لاعبين والبنش ناس اصغر وخبرتهم مو كذي وقاعد تلعب زون عادي العب بوكسن وان معه شو المشكله اذا إيه خل لاعب الاماراتي يعني شوتر 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 عن شوتر ترى تفرق النسب إيه طبعا خل لاعب الاماراتي يحط خل نشوف كم بيحط يا اخي انت لازم تقامر ما انت خليته يحط اول ثمان نقط ايزي صح ايزي صح ايزي ايزي وكلهم والمدربين لعبوا يعني دفاع المنطقه 2 3 بس كلاسيك عادي بسبب قلت لك العمق ساعات يخاف الواحد يجاكم العب شوف الشارجه ما عنده بنش ما عنده بنش ما عنده بنش يعني الشارجه قد جاب قاعد يوصل ويطبق ويذبح اللعب لانه ما يقدر ياخذ سريع معاك ما راح يقدر الريال ما عنده بنش قوي ويعني هذول الخمسه الاساسيين اللي عنده او السته اللي يعتمد عليهم فيذبح اللعب بالعكس هذا ذكاء من الشارجه بس انت اللي قاعد تجاب للشارجه العب بوكسن وان يا اخي مع المحترف هذا شوف طلع برا اللعب شوف شنو ما يصير هو يسجل وباقي الاماراتيين كلهم يسجلون زين من توقف لا توقف واحد فيهم صح ناخذ لقاءات ما بعد المباراه ونرجع لكم مشاهدينا الكرام الحمد لله رب العالمين وفقنا في المباراة الثانية تعرف أنت الفريق العربي القطري فريق كبير فريق لعب خبرة فريق عنده عناصر كبيرة بس الحمد لله يعني توفقنا وبإذن الله نكمل لنهاية البطولة بهالطريقة كابتن طبعا المباراة المقبلة أمام الأهلي خلنا نقول أصحاب العرض خسروا مباراتهم الأولى فأكيد يبون يعوضون في آخر مباراتين هذا الشيء راح يزيد المباراة صعوبة أكيد هم يبون يعوضون نحن نبغي 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 يعني نتم في المركز الأول إن شاء الله في المجموعة كابتن عبد الحميد والطاقم التدريبي اللي موجود عندنا بيسووا ستاتينج على المباراة اليوم وسووا على المباراة البارحة وإن شاء الله بإذن الله يوفقنا في الواقع فريقنا قدم مستوى مميزا للغاية ولعب المباراة بتركيز عالي المباراة القادمة أمام الأهلي علينا أن نظهر بمستوانا وأسلوبنا المعتاد نشعر بأنه لا أحد يستطيع إيقافنا فريقنا متماسك جدا في الدفاع ويملك الحلول المتنوعة في الهجوم But you can't come and play defense every night, so that's what we're going to do. So you are here in Bahrain to win the title only? Yeah, that's one job, to win the title. طبعا مايك هاريس شال المباراة عندما يعني حدد خطورة اسمه تايلر ويلكرسون انا قلت مايك مارفن هاريس انا قلت له تايلر وانا محرق تايلر مارفن هاريس مارفن 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 هاريس و شال زين ليش ناصري ليش يعني اشر عليه وانا محرق والمخرج حمله مستانسين قلبيكم الرفاع بعد زين ما عليه تغاشمر ويا محرق بطل دوري بطل كاس هاريس يعني وصل بالفريق الى بر الامان عندما كان تايلرسون ويلكرسون خارج الفورم او يتعرض الى رقابه لصيقه واعتقد ان الامور راح تكون شوي اصعب على الشارجه في مواجهه بيج جايز في المباريات القادمه تتفق ويا كابتن ريان قصدك مين عاد مين البيج جاي يعني ويلكرسون يقدر يود معظم اللاعبين اللي في البطوله بدون دبل تيم يقدر بس هل بيسوي فاولات ما ادري لا انا اقصد هو يتعرض الى دبل تيم يعني شفنا اليوم الدبل تيم قتل ويلكرسون لا بس لو شفت انت في مباراه احد قراءته زينه اليوم انا اتفق مع الكابتن عبد الله الاماراتيين اللاعبين لوكال ما كانوا يسجلون لو عمر وجاسم ماشي يدهم في الثري بوينت وحتى يونس ماشي يدهم في الثري بوينت اي يونس مختفي اليوم كانت القراءه جيده بس ما كان في تصويب ومشكله لاعبين الشارجه الاوبشن الوحيد اللي عندهم عقب الدبل تيم ثري بوينت اللاعبين ثقال ما في كات
لا بعد لا تنسى ان العربي مسكر المنطقه. لا تذكرون انت العربي وين كان يضغط وصعوبه كانوا الشارجه يجيبون الكره في ثقل واضح. هاي ثاني مباراه قد يكون الارهاق يعني ممكن. شوف يمكن. كابتن حميد ما تقدر عليه يلعب لك مبارتين كذي بحاسب لك حق يوم الاوف، حاسب لك ايش بتريقون، حاسب لك في اخر جوله مين بيريح، حاسب لك مين بيلاقي هناك خبره. فانت ايه فهذه هو محاسب له. بس المجموعه اللي عنده 5 و6 لاعبين صعب انه في اسبوع تفوز فيها 6 مباريات. صعب. حلو. خصوصا نذكر ان طبعا فرقه الكابتن عبد الحميد ابراهيم هي حامله اللقب للنسخه 38 اللي كانت في مسقط. المباراه الاخيره اليوم والسادسه في البطوله كانت امام بين الاهلي البحريني وحد السعودي. مباراه كانت قمه في الاداء، هجوميه ممتعه، استمتعوا اللاعبين، استمتعوا الجمهور، استمتعوا المشاهدين، الكل استمتع في المباراه. كابتن عبد الله. عبد الله خليك تجيبه، والله انا تبي تعزمه. الله يسلمك. هذه بالنسبه لي المباراه مثل المباراه الاولى، كانت عباره عن شوطين وادائين. الاهلي ترى اختلف في الشوطين، كان استعجال الشوط الاولي نفس اسلوب المباراه اللي طافت. كل الناس اللي يعرفون السله المفروض كانوا في مس ماتش واضح بالاطوال. ترى لاول مره فريق بحرين اشوفه تفوق على فريق ثاني. وين جزم قبل اتكلم 10 على 10 احسن مباراه انا شفتها في موسمه. 40 نقطه، 23 ريباوند، كل شيء سواه في المباراه. المباراه الثانيه الشوط الثاني الاهلي عدل وتم يلعب انسايد. يوم لعب انسايد بانت الفوارق بين الفريقين. في لاعبين التشكيل المناسبه اللي كانت حق الاهلي كانت اتذكر وين جيزم ومارسين جون وهشام سرحان وعلي عقيل، هم اللي سووا الكمباك ذي كله. فريق الاهلي من زمان ما شفناه تبي صراحه اللي يرجع ويعرف اللي هو بيرجع، وحسين اللي هو بيرجع ساعات تحس، لكن بتشوف الفعل كان كل الفريق متعاون. العبوا ونفس اللي كل الناس مثل ما قلت لك يعني المحللين والله احنا نقول وتحت الهواء قلنا المفروض يلعبون انسايد ونجحوا في المباراه. كابتن عبد الله تكمل على كلام كابتن. اليوم لاعبين الاهلي يمكن استوعبوا الدرس اللي طاف، لدرجه انه وصلنا نشوف تيرن اوفر من لاعبين الاهلي لانه يبي يدخل الكره داخل، عرفت؟ ف خلاص يعني هذا شيء زين، هذا شيء. حتى التيرن اوفر هذا يمكن تلقى المدرب ما يعصب عليه كثر الثري بوينت تيرن اوفر مثلا، او الثري بوينت اللي تروح عليك فاست بريك. يعني اليوم وين طول ما انه وين يعني اليوم دفاعات الاحد ما عندهم بقايه اللي يوقف وين. طبعا طول ما انه وين يلعب مع اي لوكل بالخليج راح ياخذه واحد على واحد تحت سله. بس باكر اذا يالك بقاي ايش راح تسوي معاه؟ ما بيقدر. هذا ايش سوى هني؟ ممكن يتغير التكتيك، ممكن لازم التكتيك يتغير. شغله ثانيه يعني هم نفس الحركه اليوم لاعب احد اللي سجل 3 بوينت كابتن موسى الريال، اكيد الناس لازم تسوي عليه احصائيه قبل ما تلعب معاه. انت اكيد تعرف شنو قوته الريال شوتر 3 بوينت. عطني كم لايب دش، يمكن واحد، يمكن غير طبعا فاست بريك يحط لايب، هذا اي واحد يحطه. زين العب معاه اللي ماسكه ما يسوي هيلب، مفروض خلاص خليك معاه على سقف اليسار بس ما يطلع الكره. بس هو الريال، هو الريال يفيك يمين شمال اللي تبي ويشوت 3 بوينت. تبي يدش درايف وياخذ صعبه، وعندك 2 بقاي تحت، يعني ما تخاف من الدرايف. ليش قاعد تسوي هيلب اللي ماسكه؟ ليش قاعد تسوي هيلب؟ خل المدرب المفروض انا انت وياه حبيبي لو يروح غرفه الملابس روح وياه كذي. صحيح كابتن ريان. الادجستمنت الهجومي اللي سواه، التعديل الهجومي اللي سواه يحسب للكابتن حسين قاهري، انه لعب انسايد على وين تشزم، انه يلعب حتى في الزون. هو في المنتمان سهل تنزل الكره انسايد، حتى في الزون يطلع الكره في الكورنر، يخلي وين يوصل مع اخر واحد في الزون انه يكون في ظهره واللاعبين يسقطون الكره. يحسب للاعبين ويحسب للكابتن حسين. لكن المستوى الدفاعي للاهلي ما كان مفروض يكون افضل. فريق احد فريق مغامر لانه ما عنده طول، فيلعب بريس، يلعب ترابات، يحاول ينوع في لعبه. بس انا اشوف بعيد عن، وهاي يمكن ما يعجبك هالكلام مسامي، بعيد عن المباراه الاهلي اداء يحسب للكابتن حسين قاهري، حتى فريق احد ادى مباراه جميله. يا اخي هذه برشلونه ومدريد الخليج،
احد والاهلي نعم. ايه هذه انا يعني اذا شفت احد والاهلي في الثمانينات وليه يمكن 92 93 يعز عليك ان احد والاهلي يكون المباراه الجمهور فيها كذي. وانا بقول لك انت كل مره تعلق في الدوري البحريني تقول الدوري اكثر جماهيريا في الخليج. لو هذه المباراه في المدينه المنوره بصراحه ايه الجمهور تورس. انا اشيد بشوف برئيس رابطه الاهلي اليوم انا احب شيلاته لانه يشيل شيلات الاتحاد السعودي والاهلي السعودي نواف نعم ايه يعني الجمهور ما قصروا. بس ليش جمهور الاهلي ضد احد الصاله خاليه مع ان الفريق انت اذا عندك عتاب على فريقك اليوم فريقك ادى وفاز فاز على بطل السعوديه ايه ان شاء الله ان شاء الله جمهور الاهلي في المباريات الجايه يحضر. وين جمهور المنام؟ نفس السبب غريب احنا قلنا من امس. يعني خلوني انا اطرح نقطه و يعني في الانستغرام في الاكاونت في الملعب في كل مكان تليفونات. يعني الجمهور مستغرب ليش التذكرة سعرها دينار و200. طبعا السؤال احنا راح نسأل نادي المنامة ومدير البطولة امين سر نادي المنامة عبد الله عاشور. طبعا الجمهور يعني غير راضي يقول لك سعر التذكرة مبالغ فيها. يقول لك في الدوري السلاوي احنا ندفع 500 فلس وفي وسمو الشيخ عيسى بعد يفتح الابواب مجانا. ليش في بطولة الخليج ونحتاج حق دعم جماهيري دينار 200 فلس؟ طبعا انا ما عندي الجواب ولكن احنا راح طبعا ناخذ السؤال دي نرفعه حق لجنة منظمة والنادي المسؤول عن البطولة اللي هو نادي المنامة ونتمنى بكرة نحصل إجابة من خلال لقاء تلفزيوني مع المسؤولين في نادي المنامة. فغياب الجماهير هل تعتقد هو سعر التذكرة كابتن ريان؟ أنا ما أعتقد أن جمهور المنامة موقفة سعر التذكرة. المباراة الأولى كان مباراة قدم وقالوا لي كان مناسبة دينية الظاهر. أعتقد المنامة بي الجمهور. أنا حاطي جمهور الأهلي. المنامة بي أحاطي جمهور الأهلي. بس يعني بطولة خليج في البحرين الأهلي والمنامة يعني يمكن من غير محرك أكبر قاعدتين غير محرك. إيه المدرج خالي. المحرك الحين مسيطر. طبعاً. وانت كافأتهم عطيتهم احسن جمهور اون فاير صح عدل كلام صحيح حضور شيلات كل شيء موجود خلي تستمتع احنا من مساحه ساكت سمعته لازم انا بقول لك لازم اشيل افهم جمهور سله في البحرين منامه انا بالنسبه لي المنامه انا عبالي بجاوب محرك لا 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 انا برد عليك اعرف المنامه للامانه انا هم كابتن اتوقع ان يعني جمهور منامة اللي أشوفه هني بالبحرين خلال الفترة اللي قعدت فيها يعني مو فترة صغيرة و يعني كانت بطولة بالكويت كان جمهور منامة يجي باصات للكويت حق البطولة الخليج عرفت. فهذا جمهور لا يمكن يوقف على دينار و200 لا يمكن. يمكن كان عنده ظروف بس أنا واحد أقول يعني عبر شاشتك أقول يعني جمهور منامة جمهور غني عن تعريف خليجيا. أنا واحد من الناس يعني استمتع لما اقعد بالملعب واشوف المباراه غير المباراه انا مستمتع بالجمهور. اتمنى ان باكر جمهور منامه يسكر ملعب للامانه. الجمهور ترى انت تضغط على الحكم. الحكم بالنهايه بني ادم لما يحسب فاول غلط او اي شيء او متردد بالكول يسمع الجماهير هذا الصارخ صدقني راح يصير الف حساب له. اللاعب نفسه نفسيا لما انا اشوف جمهور اوكي انت متعود على الجمهور بس لما انا اشوف جمهوري من الحين معاي لما اوصل فاينل ما انصدم ان الجمهور يالي مره واحده ابي ابدع واوريهم ان انا لاعب كبير. لا لا الحين انا متعود على الجمهور خلاص. فالحين وقتك لا تنطر بالفاينل والسيمي فاينل والامور هذه يعني شيء ضامنك توصل فاينل هاي السؤال بعد يعني ما في شيء مضمون ماكو شيء مضمون. فانا قاعد اقول لك انت خليك معاه من الحين ساند الفريق اي خليك معاه من الحين من باكر خليك معاه صح. بالنسبه لي انا لازم نعرف للمنام مره بظروف ولازم الجمهور يقدر في تقدير ما وقف له. الله يقول لك والله في اعذار يخترعون اعذار لانه محبين حق النادي في النهايه. ذي المرحله لازم تجيب اعذار ها حق نفسك تغفر تسامح لان هذه تمثيل وطن صح مو 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 دوري. لازم انت الاخطاء اللي صارت الاداريه والله اللي كانت لازم تسوي سبورت. انا اقول لكم شيء يمكن بعد ما ادري اذا هذه كان قبل الاهلي مسيطر في البطولات فكان احد لين يلعب ويا الاهلي جمهور المنامه كله مهزوم من الاهلي. اللي يجون من جمهور المنامه يشجعون احد اكثر من اللي يشجع المنامه اللي الحين. سجل اتذكر في صاله الزمالك كان جمهور المنامه يشجع احد مو عن يعني كان هذا الواقع تنافس تنافس كان التنافس يشجع احد اكثر من جمهور المنامه اللي يشجع المنامه الحين. على العموم النتيجه بتجيب الجمهور على فكره 100% 100%.
طبعا كي ماراثون فاير كان لها لقاءات ما بعد المباراة بين أحد والأهلي. ما سوى التصويب الله. طبعا مثل ما شفت نسبة الثري بوينتس كانت عندهم عالية. احنا تكلمنا قبل المباراة لازم ناخذ الثري بوينتس من عندهم والترانزيشن. للأسف الشغلتين هذه ما قدرنا نوقفها. يعني شفت رقم 12 موسى ورقم 6 كانت نسبتهم جدا عالية على الثري بوينتس والترانزيشن ديفنس ما كنا وايد سيئين. بس انا فخور بلاعبين انه سووا فايت وهدوا اعصاب يعني هدوا اعصابهم شوي وقدرنا شوي شوي نجي بدو المباراه. ان شاء الله راح تشوفون نفس الشيء. احنا امس كنا جدا سيئين، الروح مثل ما قلت ما كانت موجوده، بس اليوم شفت شلون رجع مره ثانيه. اغلب اللاعبين يمكن هاي اول مره يشاركون مجلس التعاون، واحنا ما لعبنا مع وين؟ صار لنا فتره طويله قاعد نتمرن مع محترف واحد، فتره بسيطه بعد مع محترفين. فاكيد هاي له تاثير، الحين بداوا شوي يتاقلمون معاه. طبعا تمرين غير، المباراة الودية غير، المباراة الرسمية غير، بس شوي شوي قاعدين يتأقلمون. الحمد لله يعني على الفوز اليوم. اول شيء الله يبارك في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وش على الفوز. طبعا الفوز ما جاء من فراغ، امس كانت مباراة شوي لنا بداية سيئة، بس الحمد لله اليوم صلحنا اخطائنا وشوي صار عندنا يعني اخطاء بسيطة وتفاديناها بعد، والحمد لله فزنا وفرحنا الجمهور، وان شاء الله بعد بكره نلعب ونقدم افضل ان شاء الله. هذه موجوده في الاهلي الروح القتاليه، طب يعني ما يحتاج توصف فيها، وان شاء الله بعد بكره نكون افضل ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. والله اللي صار ان لعبنا يعني يمكن اول شوط اول ثلاثة شوط لعبنا مره كويس، دافعنا هاجمنا، ممكن بدا في نهايه الشوط الرابع يبان فينا التعب على المباراه اللي لعبناها امس ضد فريق الشارقه فارهقتنا شويه، بس ما حالفنا الحظ وتوفق هم في النهايه والحمد لله على كل حال. لا مو الجمهور ما اثر علينا، الجمهور ممكن ساعدهم هم انه على ارضهم وبين جمهورهم ساعدهم يعني انهم يرجعوا في الجيم ويلعبوا افضل من الشوطين الاولى، بس احنا بالنسبه لنا ما اثر علينا، يمكن جلسنا لين اخر دقيقه واحنا لاعبين جيم كروس حتى انتهى 6 نقاط تقريبا. طبعا شفنا تصريحات فهد السالك، ذكرتكم بمن؟ كابتن ريان في الانبي اي، هو في كوبي على احد اخر واحد وين ويد سوى ارفستن لعب ديترويت السابق اول ما سوى ايفرسون لعب شو اسمه لا سيكسرز بس اخر لعب نص موسم في ديترويت شوي لعب مشاكل لهني ريسنتلي دوين ويد انا بقول لكم ديريك روز بعد ديريك روز بعد سوى ديريك روز سوى انا بعيد عن التصريح انا في اللهجه احلى لهجه في الخليج من بحرين بعدوي لا 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 اسمح لي اسمح لي خصوصا في التلفزيون احنا ربينا على اللهجه الكويتيه لان انت في اول تلفزيون اول هذه مسلسلات ايه بس انا احب لهجه غرب المملكه يعني جده المدينه المنوره الحين فهد ذكرني وايد احب اللهجه بلد الرخاء والشده جده وجده بلد الرخاء وجده شو يقولون ها جده غير جده غير جده غير ننتقل طبعا من الغير الى اليوم الثالث من البطولة. طبعا بكرة راح تكون مباريات مهمة نستعرضها الآن، السيب العماني وشباب أهلي دبي والشارجة الإماراتي والأهلي البحريني والشمال مع المنامة، مباريات راح تكون خصة طبعا المباراة الثانية والثالثة وراح نتطرق عليهم الآن ونعرج عليهم. المباراة الأولى كابتن ريان، طبعا شباب اهلي دبي اقرب للفوز، فريق السيب قدم مباراه كبيره جدا ضد المنامه لا. وان شاء الله يقدر نبي نشوف مباراه ممتعه، لا يفهموني غلط جماعه شباب اهلي دبي مو اقول ان شاء الله يفوز بس ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه، بس اقرب شباب اهلي دبي اقرب للفوز. تتفق وياه كابتن عبد الله 100%؟ يعني واحد ما يتفق مع كابتن ريان دخل الطوفه لا ياخذ بالصوت ليش انا اقول لك احلى لهجه الكويتيه اتفق معاه طبعا على الورق شباب اهلي دبي اقرب اكيد على العناصر الموجوده على المحترفين على الخبره الموجوده بس ما يمنع ان السيب العماني يقدم مباراه كبيره وهذه كره سله يعني ما بالنهايه ممكن تخطف مباراة ممكن حلو
كابتن عبد الله. انا اتفق 100% فنيا طبعا تميل حق شباب اهلي دبي. اتمنى من نسيب الله بيلد اب ذا تيم، يعني لعب بيصير مبارتين قويه، وذي ونظام الدوري ترى يمكن تلاقي نفس الفريق مره مرتين ليه توصل للنهائي، فياخذون يعني ياخذون بجديه اكثر، واذا اخذوها بجديه اكثر ما في مستحيل يمكن يصير كلوز جيم، بس لكن بتفوق يعني في النهايه حق غالب. حلو، المباراه الثانيه طبعا هي راح تكون مهمه جدا للفريقين الشارجه ويا الاهلي البحريني، الشارجه كابتن ريان والاهلي او كابتن عبد الله. انا بالنسبه لي اول اختبار حقيقي حق الشارجه، الاهلي يمتاز ببنش وان شاء الله يستخدمونه بالروح نفسه ويسرعون اللعب، كفه الاهلي اللي بتفوز اذا سرعوا رتم المباراه ولعبوا انسايد، لان للحين انا اعتقد ان الشارجه وحد يفتقدون حق البنش والعمق على اساس حق تبديل، فاذا ما تلعب على ريل كارت شوي صعب. كابتن عبد الله شوف بد كابتن بدل ما عرفنا ان الاربعه راح يتاهلون ويصير كروس بينهم، ممكن تلاقي فريق يخسر نفسه. يخسر نفسه اي رخي رخي يخسر نفسه. لا هذا كلام الصح عشان يلاقي مين، عشان يلاقي مين. شوف اتوقع يعني الاثنين يبون يخرون من الاول هناك، عرفت؟ من الناحيه الثانيه اللي هو ممكن يكون شباب اهلي دبي او المنامه. اي اثنين المنامه ارض وجمهور، شباب اهلي دبي منتخب الامارات مع اثنين محترفين. صحيح. بس الشارجه عشان يوخر لازم يفوز. اي فباكر عبد الحميد راح يقط كل اللي عنده اتوقع. لازم يوخر عشان يرتاح بعدين، عقب يوم الراحه يكون مرتاح. ففيها حسبه. الاهلي البحريني لازم يلعب نفس اللعب، يقلل من نسبه التيرن اوفر. يعرف يعطي الكره متى وين حق اي لاعب يشوت 3 بوينت ومتى انزلها انسايد. كابتن ريان الشارجر راح يفوز، الشارجر راح يفوز لان الـ اولا ويلكرسون وهارس، ثانيا الانضباط التكتيكي الموجود في الشارجر، ثالثا الاهلي اليوم لعب مباراه مفتوحه قريب ل 100 نقطه فيها بريشر مرهق، يعني هو عنده دبث عنده عمق في البنش، بس اعتقد بيكون اكيد بتكون مأثرة، وهاي موضوع الاستشفاء والراحة احنا ما ندري ايش يسوون الفرق، فهذه اللي هاي وايد يأثر اذا اقل من 24 ساعة يسمونه الترن اراوند. انت في الطيارة شو تسمونه؟ جيت لاج. لا ترن اراوند ترن اراوند من توصل وكذي ترن اراوند. اي اي فانت هاي طيارة ايش كبرها؟ فتخيل بني ادم اللي يعني ايش دخل؟ شفت طيارة راعية يبدون لا تضرب نفس الشيء كامل نفس الشيء. زين نفس الشيء يلا نفس الشيء ترى. اي اوكي نفس الشيء. نتكلم عن طيار. لا الطيارين ما في الطيارة. لحظة ما نبي ندخل ما بدخلكم انتوا مهندس بس نفس الشيء ترى عملية الاستشفاء نفسها لأن ويجي الإنجنيير ويشيك وكذي نفس الشيء مفروض في اللاعب. فأنا أعتقد الشارجة أقرب للفوز. وين جبت المثال هاي؟ شلون يعني غارم وين طلع؟ قال الحين هو بس وبتش خلوا بس. وعيسى أنا بقول لك الحين طيارة قبل لا تطير شو تشيك؟ في بتكلم فني في شيء قبل الرحلة بري فلايت وبعدين ثرو فلايت بتوين وبعدين آخر رحلة بس لا بخلوا في مجال لا تخلوا نفس الشيء في داون تايم بوست كومبتيشن صح نفس الشيء. زين اوكي البروسس نفسه. انا غلطان سامحني. يس راح احاول اطور فيه. فاعتقد الشارجة يعني الشارجة خبرته اكثر في البطوله. اوكي المباراه الاخيره كابتن عبد الله المنامه ويا الشمال. المنامه انا بالنسبه لي تعافى شوي بتعافى وبقاعد يصير احسن انسجام بيصير احسن بعد المباراه الاولى خاصه في ظل المحترفين البولندي والثاني احتياط البنش مال المنامه لحين احنا نقول من احسن البنشات موجوده في الخليج بصراحه بالنسبه لنا لحين افضل بنش في الخليج افضل بنش افضل من بنش اهلي شباب بالنسبه لنا يمكن في ناس يختلفون ويانا يعني الراي لكن احنا بالنسبه لنا نعرف الفريق زين ونعرف امكانيات اللاعبين وبامكانهم يادون احسن من اللي طاف محمد حسين ما يلعب وعيسى محمد حسين ما يلعب لا في كم لاعب ما يلعبون وهذه يعني وفي عندهم شباب ويعني يمكن احسن فريق ما الاستشفاء اللي قال عنه المنامه ما يتاثر في ضغط المباريات لان تشوفه في نهائيات في الخليج ترى على فكره بسبب البنش وطبعا الجهاز الفني له دور
يمكن ما يكون احسن فريق بس بتشوفه في النهائي. حلو كابتن عبد الله. انا شهادتي مجروحه بفريق نادي المنامه لسبب واحد. اللاعبين انا عشت معاهم يعني تقريبا بطولات وايد، اوكي اللاعبين قراب مني وايد. انا ودي اوجه رساله حق لاعبين منامه، لاعبين منامه انت البطوله على ارضك وبديرتك وتطمحون لها صار لكم 4 سنين، لازم تصيرون على قلب واحد، ولازم الهدف الرئيسي هو ان انا حق البطوله. منو حط سكور، منو سوى، منو شات، ما يهمني، انا همني اني اخذ البطوله. لان سالفه السكور عقب 24 ساعه صدقني ما حد يتذكر انت كم حطيت، يمكن بس انت نفسك تتذكر. لو ترجع حق التاريخ يقول لك الفريق الفلاني خذ البطوله، ما يقول لك اللاعب الفلاني فوزهم حتى لو كان مفوزهم. فنكون على قلب واحد، ندش المباراه كرجل واحد، وانا اتوقع المنامه. مو اللي مخرب اللاعبين هالاعلاميين اللي حط لك كينج كويد محمد لبران ما ادري. كابتن ما اقطع كلامك، اللاعب انا لاعب وانا يحبوني المشكله هو ما صار لاعب يحبوني النكديه. انا لاعب احب الشخص يعطيني حقي وقت اللي ابدع وهم تنتقد. شو يسمونك انت كابتن في الكويت؟ قبل كنت لاعب. ايه الحين انا مخرب لاعب ما شاء الله. اذكر لك ان شاء الله ترجع بالسلامه. ملك ثلاثيات ولا ملك السله الكويتيه؟ ملك ثلاثيات اعتقد. الله يسلمك. ملك ثلاثيات؟ ايه انا اقول العشاء علي اليوم. زين توقعاتك كابتن ريان؟ منامه فوق ال10 نقاط. اوبا والله ساحر والله. ثاني توقعي فوق ال10 نقاط. امس زين انا اليوم كلموني الشباب اهلي دبي الجهاز الاداري قال يقول حق ريان المره يتوقع صح. قلت هاي مو باول مره. ما توقعت انا ما توقعت مباراه توقعت انه يفوزون. قلت شمال هو قالوا لي يعني ما يسمون حلقه ثانيه باللي عادي يمكن انا حاملين علي من بطولات اخرى. ما اقول نعم فيكم والله. طبعا شكر لك كابتن عبد الله، شكر لك كابتن عبد الله، شكر لك كابتن ريان. مشاهدينا الكرام طبعا نتعلم من الاخطاء، نتعلم من الاخطاء. لما انا اقول تعلم من اخطاء اقصد المنامه، والاهلي لازم يتعلم من المنامه. لازم نستخدم كلمه عبد الله الصراف، متى نعرف نخسر روحنا على اساس نشوف قدام. مو بهي قوه انك يعني تقول لا انا باغلب، لا انت ما تغلب، انت اوصل النهاية بعدين فكر في الذهبيه. الجيم بلان الشامبيون شيب خريطه الطريق البطوله لازم ترسمها. تخسر نفسك تعرف تلاقي من على اساس في النهايه انت تفوز بالذهب. لكن في النهايه تروح تناطح جبل شباب اهلي دبي الشارجه الاماراتي، هم التوب جيم، هم الليدرز. ولكن اذكر نتعلم من البطولات السابقه اللي احنا حاولنا نتصدر الدور التمهيدي ولكن دائما ما نخسر وتتكسر طبعا المياريث في النصف النهائي. ولكن هالبطوله نامل التعلم من الدروس الماضية. نتلاقى وياكم بكرة طبعا قناة البحرين الرياضي راح تنقل كل المباريات، استوديوهات تحليلية، وأيضا راح نتلاقى وياكم بكرة في نفس الموعد 10:30 في سهرة سلاوية في ليلة الثالثة. مع السلامة.